السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصفة النهاردة جميلة جدا للشعر، الناس اللي شعرها جاف، الناس اللي شعرها ما بيطولش، الناس اللي شعرها خشن، الشعر التالف اللي فيه تقصيف. الوصفة دي خطيرة جدا وكلها مغذية وفوائدها جميلة جدا. ما تنسوش تعملوا لي اللايك، عشان اللايك هيوصل الفيديو لاكبر عدد من البنات وكلهم يستفادوا وكلنا نستفاد. وما تنسيش لو ما اشتركتيش معانا في القناة انزلي اشتركي معانا في القناة وفعلي الجرس عشان كل جديد يوصلك اول باول. يلا بينا نشوف ايه هي الوصفة. اول حاجة هنا انا معايا بذر الكتان او بذور الكتان، ليها كذا اسم في كذا بلد، بس هوريكي شكلها علشان تبقي عارفة شكلها وتقدري تعرفي ان انت تجيبيها ازاي ومتوفرة عندك ازاي. بذور الكتان دي شكلها، يبقى في منها مطحون وفي منها الصحيح. انا عايزة صحيح زي كده، شايفينه؟ هحاول اقرب لكم شوية اكتر عشان في كتير بيسألوني عليه ومش عارفين شكله او اسمه. انا هوريكي شكله، ان انا مش عارفة في كل بلد لها اسم، يعني العشبة بتاعتها، فانا مش عارفة ده اسمه ايه في كل البلاد بصراحة، بس هو اسمه بذور الكتان في كل حتة متهيألي. فانا هاخد منها حوالي معلقتين كبار زي ما احنا شايفين كده. طبعا الوصفة دي بتكفيكي 3-4 مرات، يعني الكمية اللي انا هحطها دي هتكفيكي 3-4 مرات لو شعرك مثلا زي كده مثلا تحت الكتف شوية، انما لو طويل هتكفيكي مرتين. هجيب معاها كمان بذور اللي هو حب الرشاد، ده شكله الحبيبات بتاعته صغنونة جدا، هاخد منه بردك نفس الكمية معلقتين. تمام كده. عايز اقولك ان ليها فوائد كتير جدا، ابحثي عن النت عن حب الرشاد وبذور الكتان، بجد هتشوفي كمية الفوائد والغذاء اللي هتاخديها لشعرك تحفة جدا. هبدأ بقى احط عليهم 3 كوبايات مية على الكمية اللي انا حطيتها بالشكل ده، كوبايات ولا كبيرة قوي ولا صغيرة قوي، اللي هي بتاعت الشاي بتاعتنا عادي، المج بتاع الشاي. هاخد منهم 3 كوبايات مية، مية عادية من الحنفية. ادي التانية، وهحط التالتة كمان زي ما احنا شايفين بالظبط. الخطوات كلها واضحة وقدامكم علشان تبقوا عارفين ومركزين الخطوات تبقى ازاي. هقلبهم تقليبة كويسة جدا، وهبدأ بقى نروح نرفعها على النار ونشوف شكلها لما هتغلي هتبقى عاملة ازاي، وبعدين نرجع نكمل المكونات بتاعتنا. يلا بينا نرفعها على النار. هنا عند البوتاجاز اهو، انا حاطه شياطه تحت بس كده في الاول لحد ما تبتدي تغلي معايا، وبعد كده هشيلها في وقت الغليان، هديها دقيقتين وبعد كده هقفل عليها. مش عايزه تحطي فكره الشياطه، ما فيش اي مشكله، عشان بصوا ابتدت تكتل وتعمل معايا حبوب فوق ازاي، ولسه في الاول وفي البدايه. هبدا بقى ان انا اقلب فيها كده لغايه بس ما تفك من بعضها علشان الحبيبات تنزل الجل بتاعها، ان الجل ده هو اللي احنا عايزينه والمفيد بالنسبه لنا. هقلبه كده كويس، شايفين شكله؟ ابتدى ينزل الجل بتاعه. هسيبه كده حوالي 5 دقايق ونشوف هيعمل ايه بعد كده. بصوا ابتدى يغلي معايا اهو، ابتدى الجل يطلع على الوش زي ما احنا شايفين، وايديا فيه دايما، يعني انا ما بسيبوش، كل دقيقتين تلاتة اروح اقلب تقليب علشان ما يفرش مني والجل كله يقع على البوتاجاز، لا لازم ان انا تكون عيني عليه علشان الجل ده هو اللي احنا محتاجينه وعايزينه. تمام. عايزه اقول لك ان الوصفه دي مفيده جدا 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 للشعر، بجد هتبقى جميله جدا للناس اللي بتشتكي من مشاكل شعرها. استمري على الوصفه دي هتشوفي نتيجه خرافيه. هنا ابتدى يغلي معايا، هنا بقى في اللحظه دي انا وطيت النار وفضلت اقلب عشان ما يفرش مني ويقع على البوتاجاز. هنا في اللحظه دي وطيت النار زي ما احنا شايفين كده، هفضل اقلب فيها لمدة دقيقتين وهسيبها على النار شغالة، شايفين؟ هنا بقى هبدأ ان انا هحاول اقفل النار وهسيبها تهدى خالص وتبرد تماما.
كده خلاص انا قفلت عليها، هسيبها تبرد ونرجع نكمل بقية المكونات بتاعتنا. هنا ابتدت تبرد شوية وجيت ابص عليها، هي لسه سخنة وانا مش عايزاها كده، انا عايزاها تكون باردة تماما، يعني تكون اللي هي اقدر امسكها وامسك الجل بتاعها. فهي انا لسه سخنة والدخان بتاعها هو طالع، فانا هسيبها لما تبرد وارجع لكم. هنا خلاص بردت تماما معايا. هنا بقى الخطوة دي مهمة جدا، عارفين الشرابات اللي هي الفليل اللي هي الخفيفة خالص ديت بتاعت المحجبات، لو عندنا اوكي هوريك طريقة تانية برضك لو ما نفعتش معانا او مش عندنا الشراب ده، بس انا هعملها بيدي وهعملها بالطريقة التانية عشان الناس تقدر تشوف اللي متاح عندها تعمله. الطبق ده لقيته صغير مش هينفع، فجبت علبة كده ان انا اقدر احط فيها الوصفة والبس فيها الشراب زي ما احنا شايفين كده بالشكل ده، تمام. وهبدأ ان انا انزل الخلطة بتاعتي جوه الشراب زي ما احنا شايفين. وابدأ بقى ان انا انزل الخلطة دي اللي هو الجل بتاعي، انزله من الشراب زي ما احنا هنشوف كده. هشيل الشراب عادي وهبدأ بقى ان انا اعصر لحد اما انزل الجل بتاعي كله بالظبط كده زي ما احنا شايفين. دي طريقة لو عندك وسهلة بالنسبة لك تقدري تستخدميها، انا فضلت بالنسبة لي الطريقة دي. اي مصفة بس تكون صالونها واسعة، مش واسعة جدا لا، واسعة الى حد ما، ما تنزليش الحبوب اللي انا عايزاها، لا انا عايزة الجل بس. فانا جبت الصف اللي هي المنخل دوت او الصفاية، وهبدأ ان انا انزل الخليط بتاعي بالشكل ده بالمعلقة. انا شايفه ان الطريقه دي سهله ومش هتعكلي الدنيا وهتبقى افضل بكتير، فالمتاح عندك تقدري تستخدميه والسهل عندك تقدري تستخدميه. هفضل بقى اعمل كده لحد ما انزل كل الجل اللي انا محتاجاه بالشكل ده شايفين، وطبعا اللي بينزل اقدر ارجعه تاني لحد ما انزل الجل اللي انا عايزاه صافي. تمام كده اظن الخطوه لحد كده واضحه وتمام للناس كلها. انا كده خلاص صفيتها وخدت الجل بتاعي اللي انا محتاجاه. ابدا بقى احط كل المكونات بتاعتي. هبدا احط معايا زيت زيتون. زيت الزيتون جميل جدا لتطريه الشعر، وكمان بيطول الشعر جدا وبيغذيه وبيديله فوائد عاليه جدا. فانا هاخد منه معلقه على الكميه اللي انا حطيتها وهقلبها كويس جدا علشان الزيت ما يبقاش على سطح الخلطه، لا انا عايزه الزيت يبقى جوه الخلطه كلها. وهبدا احط كمان معايا الصبار. عندك جيل صبار ممكن تستخدميه، عندك صبار اللي هو اللي زرعاه مثلا او حاجه تقدري تفضي الجيل بتاعه وتستخدميه في الخلطه دي هتبقى جميله جدا. عندك زيت زي اللي انا حطاه صبار مفيش مشكله، اللي عندك متاح شغال كله شغال وهيبقى مفيد جدا للشعر. فحطيت منه معلقه، وهبدا احط كمان زيت اللوز المر، هحط منه معلقه صغيره. طبعا مش عندك زيت لوز مر وعايزه تحطي زيت جوز هند مفيش مشكله، عايزه تحطي اي نوع زيت انت حباه مفيش اي مشكله تقدري تحطيها في الخلطه. انا هنا حطيت زيت اللوز المر وقلبت كويس بين كل معلقه زيت حطيتها، قلبت كويس علشان الزيت ما يبقاش على سطح الجل يبقى راكز كل جوه الخلطه بتاعتي. فانا قلبتهم كويس قوي بالشكل ده. هنا بقى اقدر احتفظ بيه في الثلاجه ازاي؟ انا اقدر استخدم الخلطه بتاعتي واللي يتبقى مني بفضيه في برطمان بالشكل ده. اهم حاجه يكون انه برطمان محكم علشان اقدر ان انا احتفظ بيه. بحتفظ بيه في الثلاجه، وكل لما اروح اخد شاور بتاعي بحط كميه مناسبه منه على شعري، وبعد كده بقوم سايباه حوالي ساعتين واقوم داخله واخده الشاور بتاعي. وبعد كده بحط السيرم بقى اللي بتحطيه بعد ما بتخلصي الشاور، او الكريم او الدهان اللي انت بتحطيه بتاعك عادي جدا. وقبل ما بستخدمها لازم ارجها كويس جدا علشان الزيت ما يبقاش على سطح البرطمان يبقى في الخلطه كلها. يا رب اكون قدرت افيدك بالوصفه، ويا رب يكون الفيديو عجبك. ما ننساش اللايك والاشتراك وفعل الجرس. باي باي.